روما للعراق شلون قدرت تندق بيه؟ شنو روما للعراق مثلا؟ حرب عديان اندق بيه؟ اي كان طبعا كان عندنا حرب وكان يلقب بروما للعراق وله جمهور وله مريدين وله مؤيدين. لا هو موضوع مو عناد يعني، انا اشوف مثلا بعض الناس بالعناد يقول عاطفه دافع، الموضوع هم العراقيين يعني. اعطيك مثال، واحد قال لي مدح عبد الوهاب الساعدي بمكان، مدحه بمكان ما نقدر ننسى تضحياته في معارك داعش. يعني هل هي هاي صق غفران وحصانه للفساد؟ لا، هذا احنا نسويه على الاقدس من جهاز مكافحه الارهاب اللي هو اللي جاي فتوى عندنا الحشد الشعبي. الحشد الشعبي اذا واحد فسد نقول عليه فاسد، واذا واحد استثمر الفتوى واستثمر جهاده وسمعته واسمه احنا نوقف بوجهه. كيف انه جهاز ابن دوله ما بي قدسيه ذيش القدسيه لعد الناس، ولا مبني على فتوى، ولا مبني على تضحيات وتاريخ وغيره، جهاز يستلم راتب ويقاتل وندق له التحيه. فمو فد يعني حصانه انه انت تكون عندك تضحيات. هاي واحد انا هاي بالاساس انا اشك منه تضحياتي هاي 100% حقيقيه. اوف طبعا انا اعتقد انه هذه الشخصيه وضعها الامريكان قبال ابو مهدي المهندس. اكو رمزيه صنعت بعد 2014، ابو مهدي المهندس ما كان معروف قبل 2014، برز بعد 2014. حتى بالنسبه لجهاز مكافحه العراق كان فاضل برواري زين، يعني هاي الشخصيات اللي كانت عند العراقيين من برز ابو مهدي وبدا ملامح النصر تبين، والامريكان قرأوا انه النصر راح ينتهي ويكون الفاتح هو ابو مهدي المهندس. بدأوا يصنعون شخصية ثانية يكونوا يبرزونها، يحطون عليها إعلام بيجات من الملايين ومن 3 مليون، قنوات تلفزيونية، دعم إعلامي، تصوير خارجي، بي بي سي، مدري وين، بينوا دخان، خلوا وراه معركة، طق رمانة، يكل هاي أفلام أكشن هوليود، وهم أهل الهوليود يعني الأمريكان. وصارت مو أنا جاي أبخس حقه، لكن أقول أضيفت مؤثرات صورية وصوتية وإضافية. ماشي 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 أوكي، هذه كلها مرحلة وراحت، بس ما معقول ان ندق بالفساد بامور شخصيه. ليش هالشكل جايش؟ شنو صار عبد الوهاب السعدي؟ صار قائد، صار رمز. لا العراقيين ما يعرفون بعض الامور، ما يعرفونها. عبد الوهاب السعدي 2019 هو قائد قوات مكافحه الارهاب، مو رئيس جهاز مكافحه الارهاب. يا اخوان اسمعوا هاي المعلومه، مو رئيس مو رئيس يعني مو بدرجه وزير، هو قائد القوات اللي وادنا من الرئيس. كان طالب شغاتي هو الرئيس، لما ما اجى امر من قائد عام قوات المسلحه اللي هو رئيس وزراء قال له روح للامره. الضابط الحقيقي يحترم الامر، ما كان اكو شيء، لا كانت اكو تشرين، ولا كان اكو مشاكل، ولا كان المفروض يطيع امر قائد عام قوات مسلحه، كان العراق مستقر. راح قعد بالشرقيه وقعد بالتلفزيون وقعد بالدجله وقعد بدر وين، قام يتبشبش وانا طردوني وانا ما اظل هنا ولا اقدم استقاله وما اطلع من هذا المكان. هل هذا تصرف لائق بضابط؟ الضابط هو لما النبي محمد اجى من المعركه قال خلصتوا من الفساد اليوم من الجهاد الأصغر عليكم الآن بالجهاد الأكبر. يا وشين جهاد النفس؟ أنت اليوم عليك أن تطيع وتأسس إلى دولة.